في عمر العشرين ستبدأ بجنون النشوة، تكون مشاعرك مضطربة وانفعالك قوي جدا. في منتصف العشرين تكون تائها بين النضج وبين طيش النضج، لا تعلم أين أنت بداخلك. في آخر العشرين ستضحك كثيرا على نفسك وتلقي الملامة وتتمنى لو عادت بك الأيام حتى تحياها بفرح. العمر لا يعود، وكل الأحزان المسجلة في ذاكرتك سيصدأ لونها وتغبر أروقتها وتتلاشى، باستثناء خطوط تحت عينيك وتجاعيد تبقت من حزنك الطويل. ليتك كنت تفهم ما معنى ألا نحزن على أشياء لا تستحق، لأنها ستمضي والعمر لا يعود، لأنها ستمضي والعمر